حتى والرموا تحت العين، أسبابه وعلاجه وأعراضه. ينشأ التورم تحت العين لأسباب عديدة، من حالات معتدلة مثل الحساسية أو انسداد القنوات الدمعية إلى حالات أشد مثل الفشل العضوي. ينبغي للشخص الذي يعاني تورما تحت العينين مصحوبا بصعوبة في التنفس أو ألم شديد طلب المساعدة الطبية فورا. يتناول هذا الفيديو أعراض التورم تحت العين، أسبابه المحتملة، والعلاجات المنزلية وطرق العلاج الطبية. ما هي أعراض التورم تحت العين؟ غالبا ما يسبب التورم تحت العين الانتفاخ الذي يؤدي إلى إغماض العين جزئيا. قد يؤثر ذلك في إحدى العينين أو كلتيهما. اعتمادا على السبب الكامن وراء التورم، في بعض الحالات قد يصاحب التورم أعراضا أخرى مثل تغير لون العين أو الحكة أو وجود كدمة أو الإدماع أو الإفرازات. ما هي أسباب التورم في جانب واحد؟ قد يعزى التورم تحت العينين للأسباب التالية: فرك العين المفرط والإصابة. قد يشير التورم تحت العين إلى حدوث إصابة، قد يسبب الجرح أو الرد أو تغير اللون أو الألم في العين حدوث التورم. كذلك قد تسبب لدغة البعوض التي تحدث بالقرب من العين التورم أيضا. قد تتعافى الإصابات الطفيفة في منطقة العين تلقائيا إذا حافظ الشخص على نظافة المنطقة وجفافها. قد يحتاج الشخص إلى علاج طبي حال ازداد الورم أو الألم سوءا أو وجدت علامات تشير إلى العدوى مثل القيح والإفرازات. من أسباب التورم في جانب واحد أيضا هو انسداد القناة الدمعية، حيث يمنع انسداد القناة الدمعية تصريف الدموع من العين، وقد يسبب ذلك أيضا تورما تحت العين، حيث أدرجت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون قائمة من الأعراض الأخرى لانسداد القناة الدمعية التي تتضمن العيون الدامعة. من الأسباب أيضا شحاذ العين، وهو التهاب يصيب الإهداب السفلية ويسبب ورما مؤلما، حيث تشير الأكاديمية الأمريكية لطب العيون إلى أنه عند إصابة الشخص بشحاذ العين قد يشعر بوجود جسم غريب في عينه. من المحتمل استشعار عين الشخص أيضا بالحكة أو الحساسية أو التدميع بسبب الضوء. قد يتعافى شحاذ العين تلقائيا، أما إن لم يتحسن فقد يصف الطبيب مضادات حيوية أو قد يحتاج إلى تصريف. من الأسباب أيضا التهاب الهلل المحيط بالمحجر. يحدث التهاب الهلل المحيط بالمحجر عند إصابة الجرح القريب من العين بالعدوى. يحفز الالتهاب حدوث تورم أو ألم والتهاب شديد تحت العين. وفقا لمقال سنة 2020، يعد هذا الالتهاب الأكثر شيوعا بين الأطفال، وغالبا ما يكون ناجما عن الإصابة بالرضوض أو التهاب الجيوب. تتطلب هذه الحالة علاجا طبيا لمنع إلحاق الضرر بالعين أو الأعضاء الأخرى. وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، قد يشمل العلاج التصريف أو الجراحة لإزالة الأنسجة الميتة والمضادات الحيوية كذلك. من أسباب التورم في جانب واحد أيضا ورم الغدد اللمفاوية، حيث هو نوع من أنواع السرطان الذي قد يؤثر في منطقة العين في حالات نادرة. وفقا لدراسة استقصائية لأمراض العيون، فإن الأشخاص المصابين بورم الغدد اللمفاوية سيعانون تورما، إضافة إلى كتلة أو ورم مرئي. قد يعالج الأطباء هذا الورم باستخدام العلاج الإشعاعي أو الكيميائي. ما هي أسباب التورم في كلا الجانبين؟ قد يكون للتورم تحت كلتا العينين العديد من الأسباب، ومنها الانتفاخات تحت العينين، حيث قد يلاحظ الشخص تورما خفيفا تحت العينين عند الاستيقاظ في الصباح، وهذا قد يحدث بسبب الشيخوخة أو تجمع السوائل تحت العينين في أثناء النوم أو كليهما. يزيد التدخين والافتقار للنوم واحتباس السوائل والحساسية من احتمالية ظهور انتفاخات تحت العينين. قد يساعد الحصول على قدر كاف من النوم والنوم والرأس في وضع مرتفع واستعمال كمادات باردة في التقليل من ظهورها. من أسباب تورم كلا الجانبين في العينين الحساسية، حيث قد تؤدي مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة إلى تهيج العينين، مسببة رد فعل تحسسي. تشمل الأعراض تورم العين والحكة والحرقان والإدماع. وإذا كان التورم في منطقة تحت العين نتيجة رد فعل تحسسي، قد يساهم تناول أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة مثل ديفين هيدرامين
في التقليل من التورم يجب قراءة تعليمات العبوة بعناية للحصول على الجرعات على نحو سليم. من أسباب التورم في كلا الجانبين أيضا التهاب الملتحمة. يحدث التهاب الملتحمة نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية في العين، ويسبب الالتهاب إحمرار العينين أو تهيجهما، ما قد يؤدي إلى حدوث حكة أو حرقان أو ألم قد تسبب العدوى البكتيرية التي تصيب العين إنتاج قيح أبيض أو أصفر. رابعا، داء موربيهان. وفقا لمراجعة نشرت في مجلة Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery، قد تسبب هذه الحالة النادرة تورما شديدا تحت العين وعلى عظام الوجنة العليا. يعد الأطباء هذه الحالة شكلا من أشكال العد الوردي الذي يسبب احمرار الجلد على الوجه أو جعله قاتم اللون. يعالج الأطباء داء موربيهان بسترويدات وأحيانا بجراحة بسيطة لتصريف السائل الزائد. خامسا، الفشل العضوي. يؤدي الفشل العضوي دورا في إصابة الشخص بتورم العينين، فيشمل هذا فشل القلب أو الكلى أو الكبد. تؤثر هذه الظروف في قدرة الجسم على تنظيم توازن السوائل، ما يسبب تورم القدمين ومناطق أخرى في الجسم. العلاجات المنزلية. في حالات تورم العين الخفيف غالبا يمكن تقليل التورم أو تهيج العين منزليا، حيث يمكنك تجربة الضغط البارد أو الثلج، ويمكن إجراء الضغط البارد بلف الثلج بمنشفة أو ترطيب منشفة الوجه ثم الضغط بلطف على العين مدة 20 دقيقة. يمكنك أيضا تجربة الضغط الدافئ، حيث قد يكون الضغط الدافئ فعالا في حال شحاذ العين. انقع قطعة قماش نظيفة في ماء دافئ وضعها على العين مدة 15 دقيقة. يمكنك تجربة أيضا مضادات الالتهاب غير استرويدية وقطرات العين، وكذلك يمكنك غسل العين. ولمنع انتقال الحالات المعدية، اقترحت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أنه يجب على الأشخاص تجنب ارتداء العدسات اللاصقة ووضع مساحيق التجميل، استخدام مناشف ومماسح نظيفة، وتجنب مشاركة منتجات العيون والمناشف والملابس مع الآخرين، وتجنب لمس العينين بيدك إلا للضرورة. قد يصاب أي شخص بتورم منطقة تحت العين لعدة أسباب، غالبا ما يكون السبب بسيطا ويتحسن باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة كالضغط البارد أو الدافئ مع الحفاظ على نظافة المنطقة. وأحيانا قد يحتاج الشخص إلى رعاية طبية إذا وجدت علامات على الإصابة بعدوى مثل احمرار العين وألم أو إفرازات، أو إذا كان التورم شديدا فينبغي للشخص زيارة الطبيب.